أهم ما رصدته المواقع الإلكترونية من أخبار ومن أنباء تنقله لنا الزميلة أسماء تركي في فقرة أخبار المواقع. أهلا بك أسماء. صباح الخير أسامة. مشاهدينا أهلا بكم في هذه الفقرة التي ترصد أهم ما تداولته المواقع الإخبارية، والبداية بموقع وكالة الأنباء الجزائرية وبمخرجات اجتماع الحكومة، حيث ترأس الوزير الأول وزير المالية السيد أيمن بن عبد الرحمن أمس الأربعاء اجتماعا انعقد بقصر الحكومة. وقد درست الحكومة خلال اجتماعها الأسبوعي مشاريع قوانين متعلقة بقطاعي العدالة والتعليم العالي وكذا البحث العلمي. نفس الموقع عنوان المجلس الشعبي الوطني يصادق على مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة، حيث جرى التصويت بالأغلبية على مشروع قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة. الجلسة العلنية ترأسها رئيس المجلس إبراهيم بوغالي بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار. وتعرف أحكام مشروع هذا القانون بأنها كل تخزين أو إخفاء للسلع أو البضائع بهدف إحداث ندرة في السوق أو اضطراب في التموين. العمامرة يثمن دور الشراكة الجزائر الصينية في مواجهة الفيروس، عنوان مقال ورد من موقع الجزائر سكوب جاء فيها. ثمن وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمضان العمامرة جهود السلطات الصينية في رصد التمويلات بمختلف السياق لفائدة مشاريع في الدول الإفريقية. وزير الخارجية أعرب عن ارتياحه للتقدم المحرز في تنفيذ برنامج عمل منتدى التعاون الصيني الإفريقي، وهو ما سمح بتعزيز وترقية التعاون بين الشريكين طبقا لمبادئ الإخلاص والصداقة، وذلك بالرغم من العقبات التي نتجت عن انتشار وباء كوفيد-19. في قطاع الفلاحة، موقع التلفزيون الجزائري كتب: أوصى وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني الديوان الوطني للأراضي الفلاحية بمواصلة عملية تطهير العقار الفلاحي واسترجاع المساحات غير المستغلة من أجل إعادة منحها للمستثمرين للمساهمة في الإنتاج الوطني وتعزيز الأمن الغذائي للبلاد. التوصيات جاءت خلال اجتماع عمل ترأسه الوزير مع إطارات الديوان الوطني للأراضي الفلاحية. موقع سبق بريس سلط الضوء على وفاة أحد المصابين في حادث مصفاة سكيكدا، ونقرأ في تفاصيل المقال: توفي أحد الأعوان الذين أصيبوا في الحادثة التي شهدتها مصفاة التكرير في المنطقة الصناعية لسكيكدا. هذا وقد أعلنت شركة سوناتراك في وقت سابق عن إصابة 7 عمال في مصفاة البترول في سكيكدا بحروق متفاوتة الخطورة إثر اشتعال النار بعد فتح لجام مبادل. إن لله وإنا إليه راجعون. الجيش يحجز أكثر من 3 قناطير من المخدرات المغربية، عنوان مقال ورد بموقع الجزائر اليوم جاء فيها. تمكنت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن من توقيف 11 تاجر مخدرات بإقليمي الناحيتين العسكريتين 2 و3 خلال الفترة الممتدة ما بين 24 و30 نوفمبر الماضية. وحسب بيان لوزارة الدفاع الوطني، فقد تم خلال هذه العمليات إحباط محاولات إدخال كميات من المخدرات عبر الحدود مع المغرب تقدر ب3 قناطير و33 كيلوغرام من الكيف المعالج. إلى قطاع التعليم العالي، موقع الجزائر الآن كتب مقالا تحت عنوان: تأهيل 17 مؤسسة جامعية للحصول على الدكتوراه. وجاء في التفاصيل:
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تأهيل 17 مؤسسة جامعية للحصول على شهادة الدكتوراه، ويتعلق الأمر بجامعة الجزائر، بومرداس، تيزي وزو، البوليدة 2، تلمسان، البويرة، قسنطينة 2 و3، جامعة الطارف، ورقلة، وكذا جامعة شلف ومعسكر. وفي الرياضة، موقع الإذاعة الجزائرية سلط ضوء على منافسات كأس العرب فيفا 2021 وعنوان: فوز عريض للجزائر أمام السودان، حيث فاز المنتخب الجزائري لكرة القدم للمحليين المدعوم بعناصر من المنتخب الأول على حساب نظيره السوداني بنتيجة 4-0 بملعب أحمد بن علي بالدوحة لحساب اللقاء الافتتاحي للمجموعة الرابعة ضمن فعاليات كأس العرب. وافتتح اللاعب بغداد بنجاح باب التسجيل في الدقيقة 11 قبل أن يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 37، وجاء الهدف الثالث والرابع بفضل كل من المدافع جمال بالعمري والمهاجم هلال سودانية. في الأخبار الدولية، وفي تطورات وباء كورونا، موقع الجزيرة نت عنوان: غموض بشأن خطورته متحور أوميكرون يواصل الانتشار، ومنظمة الصحة العالمية تتفاءل باللقاحات. حيث قللت منظمة الصحة العالمية من خطورة متحور أوميكرون مبدية تفاؤلها بفعالية اللقاحات. هذا وقالت المنظمة إن أوروبا أصبحت بؤرة لتفشي الجائحة، مما دفع دولا أوروبية لتجديد قيودها من ازدياد حالات الإصابة. وفي سياق ضسل، موقع بي بي سي عربي عنوان: ظهور إصابتين بمتحور أوميكرون في السعودية والإمارات، حيث أكدت السعودية والإمارات اكتشاف أول حالة إصابة بمتحور فيروس كورونا الجديد. وقال بيان لوزارة الصحة السعودية إن السلطات عزلت الحالة المصابة، وهي لشخص قادم من شمال أفريقيا، والأشخاص الذين كانوا على اتصال به. فيما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية عن تسجيل أول حالة إصابة بالمتحور أوميكرون. إلى موقع سكاي نيوز عربية، والذي عنوان: حمدوك يؤكد ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي، حيث دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك قوات الشرطة إلى توخي أعلى درجات الاحترافية في حماية التجمعات السلمية، مشددا على ضرورة حماية حق المتظاهرين في التعبير السلمي. يضيف المقالة. نختم بموقع روسيا اليوم، والذي كتب: طهران تؤكد احتواء التوتر على الحدود مع أفغانستان بعد اشتباكات بين القوات الإيرانية وطالبان. حيث أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اندلاع اشتباكات أمس بين حرس الحدود الإيراني وحركة طالبان، مشيرة إلى أنه تم احتواء التوتر بتنسيق بين الجانبين. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام هذه الفقرة. شكرا على كرم الإصغاء والمتابعة. ألقاكم في مواعيد لاحقة بحول الله، عودة للزميل أسامة واستكمال برنامج هذا الصباح. شكرا لك يا أسماء على هذه الباقة الإخبارية المتنوعة. إذن مشاهدينا الكرام، نواصل دائما فقراتنا ونتوقف ونمر الآن إلى أعالي تكجدة الآن في هذه الجولة السياحية التي يصحبنا فيها مرشدنا السياحي خالد واتي.